ايه مش حتو ايه عامله؟ بقول لك جبت لك جوز كوارع عمليهم بعتهم لك مع الواد. حد سأل علي من الديانة؟ سألوا. مين سأل؟ الواد عمار. ابوي هعمل له فلوس الجمعيه، انا اديتهم شهر يناير وشهر فبراير، هجيب لهم من وين في شهر حزراير ده؟ احنا في شهر حزراير، فين الفلوس يا؟ مفيش. هيفضحوني. لا انت مالكيش دعوه، اي حد متضايقني يعني هيجي يسال علي قولي له حج الضوي وقع من الحيطه على ودانه وطرش، وسيبي الباقي على الله وعلي. زي ما بقول لك كده، اي حد يجي يسال عليه فين الحج الضوي، الحج الضوي كان في اسيوط ليه وقع من الحيطه على ودانه وتقلب، ودانه تقلب نسبه السمع 0.5%، وسيب الباقي علي. وما ياخذوا معي حق ولا بطل انا؟ طب اعمل لهم ابي حته البقره اللي بتاكلنا جبنه ولبن عشان اسدهم، مع انهم ما سدوا. بس قولي زي ما بقول لك كذا، كل اللي يجي لك وما لكيش دعوه. ماشي، اعملي لي الكوارع يا شيخ، عاملين لك كوارع وما تشيليش هم، اللي شال الهم عملية. ماشي، سلام. حاج دواج. اهلا حاج دواج، اخبارك؟ يا عامل. اي اخبارك؟ ها؟ اي عامل تمام؟ ايه بتقول؟ بقول لك عمي بيقول لك عايز فلوس الجمعيه. مالها خالتك نبويه؟ مين؟ خالتك نبويه بتقول؟ بقول لك فلوس الجمعيه. مالها خدويه؟ خدويه؟ على رحمة الله، كانت مرة كويسة. عليلي يا ولدي شوية، عليلي. وداني تعباني. مالك أنت؟ مالك؟ وقعت، ها؟ مالك؟ مالك؟ وقعت من الحيطة على وداني نسبة السمع 0.5%، عليلي. ولسه الباطل. متى وقعت؟ ها؟ متى وقعت؟ طب وليه هقلع؟ اتجنيت؟ متى قلعت؟ متى وقعت بقول لك؟ متى وقعت؟ ها؟ متى وقعت؟ ايه عايز انت؟ بقول لك عايز فلوس الجمعيه، عمي بعت لي ليك فلوس الجمعيه. عمك عايز له شويه ملخيه؟ هالملخيه قدامك ربرب انهرد يا ام مطيه. ايه بتقول؟ ما قلت امبارح كنت في الزماره شغال تترقص. عايز لك مبيض محاره يا ابوه. ايه بتقول انت؟ حب ابعت لك عمي، حبعت لك عمي. ماشي انا، عايز حاجه؟ ها؟ بقول لك ماشي ماشي ماشي، عايز حاجه؟ علي علي، عايز ملخيه؟ لا مش عايز حاجه، خلاص مش عايز حاجه. انت يكون عايز حاجه؟ لا يا ابوي. ماشي انا، توكل على الله. ولسه ولسه ده ما ينفعش معاهم غير كده، اجيب لهم من وين فلوس انا في ايام الكورونا دي؟ مش المفروض الناس تراعي لبعضها في الايجارات دي والدنيا القايمه؟ وحاج دوي يا حاج دوي، ما بندق عليك يا حاج دوي. عليلي يا حاج عبد ناصر، عليلي. يا تعليلي يا تجيلي من هنا. ليه مالك امال؟ انت ما سمعتش؟ ما وقعت من الحيطة جيت على وداني. عليلي. وي عايز. طب ايجار الفدان وينو؟ ابو القردان فينو؟ ابو القردان مالي برسيم. القردان؟ اللي ماله مال ابو القردان؟
أنا بقول لك إيجار الفدان. عايز الحج وهدان؟ عليلي يا حج عبد الناصر، عليلي عليلي. مش كده يا حج دوي، أنا قابلت الحج وهدان، أنا مقابل الحج وهدان ضلك. أنا بقول لك إيجار الفدان عشان معذور يا حج دوي، عايز إيجار الفدان. عليه رحمة الله مات هو نعسان، مين هو؟ أوه ده أنت حتطلع روحي يا حج دوي، أنت متى طرشت ما كنت كويس؟ أنت كنت تسمع دبة النملة. عليل يا حج عبد الناصر تجيني على الشمال. أنت لا نافع معاك شمال ولا يمين. إيه عايز أنت؟ عايز إيجار الفدان بقول لك. نبي لو سامعك كان رديت عليك يا أخي، تعالي على ودني الشمال. ما ضلك يا حج دو ما سمعنيش، ما كنت تسمع دبة النملة. ضلك ما بقيتش أنت بسها لما أجي طالبك، أول ما جاي طالبك بالإيجار ضلك عملت نفسك ما سمعنيش. ما البقرة دي ليات؟ إيه بتقول؟ بقول البقرة. طرش كله في الشمال يا اخي، عارف على كذا من هنا كنت سامعك، تعلم من هنا حق عبدنا. حتحيرني يا حج ضوي برضو ده كلام، ما ضلك قلت انت ضلك دي بتسمع عني بالشمال. مين قال؟ مين قال؟ ايه عايز انت؟ انا عايز ايه يا ابوي؟ انا لا عارف لا هاخذ معاك حق ولا باطل. طب يا عايز قول لي وانا عايز ايه بس جاي ليا؟ جاي ليا؟ طب ما قلت لك يا حج دوي 30 مره قلت لك معذور عايز ايجار الفدان، ساعة تقول للحج وهدان، ساعة تقول لابو القردان. انت جاييني عشان تعباني الودان كمان؟ امال يا ايه عايز يا حج عبد الناصر؟ انا وقعت على وداني وطرشت، يمكن انت ما سمعتش. لو ليك حاجه عشان نقدر نتفاهم فيها تعلي بعد شهرين على ما السماعة تجيني، هركب سماعة خلاص. لسه حستنى شهرين لما تركب السماعة وتجربها. أيوة والله عارفك راجل فقر زبالة انت طول عمرك. أنا زبالة؟ يا راجل زبالة؟ يا راجل يا عرة أنا زبالة؟ بتقول لي أنا زبالة؟ دلك سمعتها دي؟ ها؟ دلك دي سمعتها؟ طبعا أنا قلتها بصوت واطي. دلك سمعتها وأنا من الصبح على إيجار الفدان بزعق أجيب صوتي يجيب عين الشمس. ضلك سمعتها يا ضوي؟ أنت راجل كذاب. هات يا راجل يا باطل. بل أنا زبالة؟ يا راجل أنا زبالة؟ يا راجل يا باطل ملك شجرات ملك شجرات عندي يا أخي. يلا توقع يا راجل يا باطل أنا زبالة يا عرة. طب خلي حد يجي عنه.